العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الثاني عشر من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة عشر كي لبي يطمنا طبان إيا اللبات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وحونا رب العبنا يا عشر كان لبي الطبنا وحان كسو جري حوله رفع حوله هذه كاران وحان سو قان ألفتي. وأما الألف ألفتي فتكون وحي أهاني هي ألفتي اسمي قيبا هل كان مستطر قوى كان ذو مركة ناقصتها اسمي يا خبر بيقاتا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتبصم النواسخ ما أوتي دون إن شاء الله تعالى. وأما الألف ألفتي فتكون وحي أهاني هي ألفتي علامة علامة أهاني للرفع رفع علامة وهان في تثنية الأسماء أسماء اللبا اللبا خاصة قرهان خاصة ومفعول مطلق لفعل محذوف فعل كي نسبنا يبا حدفنا أخص وانخاص يلي خاصة خاص نمو ألف ميقى بوس بيدكتها هالبوس بوس كان ميعي شيخ التثنية وكم مقعاوي لكن سيدا في عن مثنى لديه مثنى محلو قدا ألف ميقى بوس بيدكتها هالبوس بوس كان محوية ألف وحالة الرفع جوك ميقى بوس بيدكتها والوية هالبوس بادي بوس كان محوية هاي مثنى تثنية والليكا لكن مثنى في عن مثنى محل وجد ألف بادي وفي المثنى نحو زيدان الألف وكي نظم وفي المثنى مثنى وذلك نحو قولك زيدان أتري جاء زيدان الألف ألف بالوجد القصوك وصوكو وفي المثنى نحو زيدان الألف مثنى وزيدان أوكلاء ألف بالوجد بكوي فيري هذا مارك ألف ما يقبص بيدكتي بالو هل بوس وعند ألف وحالة الرفع جوكت ميقى بوس بيدكت هل بوس بوس كان محويا مثنى تثنية ما لديه كرا ولا لديه كرا لكن مثنى وفي عن مثنى مثنى محلو قدا سيقوم بدو علين ألف بلو قدا. وما هو المثنى؟ مثنى محويا مثنى وحالة إرادة كل اسم دل تسي على اثنين لبا أو اثنتين لبدا ديك وينو لبطوسي لبضع اما لبها نغذين رك اما لبضو مرأة اما نين ايه هويني حتى لبا الروح مرهن اما لبا جماداد حتى لبش المثنى هو يسو كل اسمين واما قعد مانتي وارتوا اسم دلتو سي على اثنين بعدها على اثنين وانتا لهين على اثنين لبا لبا او اثنتين تعبض كدر ساتاس او اثنتين لبدا ديقة زيداني والله ذي لبكة رجلاني قال رجلان من الذين يخافون سورة مائدة سمع قال رجلان لمن با وحيده جاء الزيداني وعلمت ها مركة وحديث في رحض مثنى هو كل اسم وما يعدمات دلت سي على اثنين لبا لبا أو اثنتين لبا ددقة بزيادة الألف والنون في حالة الرفع بعده ألف ينوم بالغود لحالة الرفع بزيادة الألف والنون في حالة الرفع مركي قد كالجو مفرد كي واحد قدر يسي ألف ينوم بس زيد ألف ينوم قدر محين نغاني زيداني رجل ألف ينوم قدر رجلاني كواني فاضبة أيضا مسلمة أيضا مسلمة ألف ينوم همو إن يدوى الدين مقر مايا مثنى كعلى مسلمات وعجاب ونصارى
كا او كاذي هبل جين هاد او كاذي تابل جير بين نقرس دان مسلمات النهر مسلمتان ها لوضن ان مسلماني مسلماني مؤمناني لوضن قبلها هنا مسلمتان لدقي على الرواه لوكا لسوعية صديق صاحب صديقان ها خالد خالدان علي عليان محمد محمدان مركز ساسات قوة مثنى ومحاتا لوير وحدي واسمي توسي اللبو لبضا اما اللبها النقضين اما الددي مفرد كي وحالو قدر الف ينون في حالة الرفع يا ينون بالو قدر اساس في حالة النسب والجر ما ينقى نتاس مدى ان جوغنا هذا هينين المثنى هو كل اسم وما قعد مانت دل توسي على اثنين لبا او لبا او اثنتين لبد الدقة لبا لبا اما لبد الدقة بزيادة الالف والنون في حالة الرفع الف ينون بالو قدر مفرد كي حالة رفعة الف ينون تن محيقة بنية الف كوا وحي لو قد هاي مثلا محا لو قد الف الف كوا وحي لو قد ها ووحي لو قد هاي وعلامة رفع الالف والله نون كرم حوق بنايا مفرد كي الف ينون بالو قدر الف كوا قر نو ووحي لو قد هاي نون كرم حوق بنايا نون كنا وعوض عن التنوين في الاسم المفرد مفرد كي زيد سو توين مسارين توين كان نون كرا عوض كا عوض نواب بدل أما وكيل أما نائب يا كذا قارقود وحيقود رام مثنى وحاوي لأن ما دل على اثنين كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في حالة الرفع أغند هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ما هي كوضعت زيادة ألف كي النون كوحيكاد يغضي إن وحل إسكوعت فيكت أغند هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ما شاطيه العين جاء رجل نبايم ورجل ينن لبان نبايد نرفت صوبة ما هو حقوة جاء رجل ورجل جاء رجلان جاء رجلان لبان نباتم جاء زيد نبايم وزيد نوايم ما شاطيه العين جاء زيداني جاء علي نبايم وعلي نوايم جاء علياني ما قرأ جاء خالد بن وخالد النواي وحكى فلان وحا اسكو عد فيس زياده عرفت يا نو جاء زيدان جاء عليان جاء محمدان اعرابك محدي جاء زيدان جاء فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب الزيدان فاعل جاء مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قال رجلان قال فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب رجلان فاعل قال مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه قال وحي قدر ما ناوي فيه حرف عن حرك وحي كوضان حرف كانوا الف كان وحو نايبك يا حركه دي او ضمه اهيد ما ناوي فيه حرف عن حرك كتب تقار هذا كوار لانه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد قام خالدان لبدي خالد باستاغ قام فعل ماضي من على الفتح لا محل من الاعراب خالدان فاعل قام مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد واما الالف الفتي فتكون وحيهان هي الفتي علامه علامه للرفع قدوهان في تثنيه الاسماء اسماء الله والله خاصه قارهان اخص خاصه أريف ما يقى بوس بيدك تو حالة رفع جوكته هل بوس بوس كان مقعي مثنى مثنى محل وقدة ألف ألف تدعو الناس ألف محل دكت مثنى مثنى محل وقدة ألف قاركوض مركة شروط بإشان تاوى وتقدونا كو مركة مثنى ومحات مثنى واللبو واللبو واسم تسي اللبا لبا أما اللبد الدقة أما اللبد جمادات اللبا أمبر اسمي هو حلو قدايا ألف نون كان قدم بي ألف كان عوض عن التوين بالله في الاسم المفرد وفي المثنى نحو زيدان الألف نظمين وكاسا الله حفظ الله وفي المثنى مثنى مياه
نحو زيدان وكلوي الالف الف بالوغدي وفي المثنى نحو زيدان الالف واما الالف الفتي فتكون وحيهنه الفتي علامه علامه للرفع واهان في تثنيه الاسماء اسماء الله والله خاصه غرهان وحيدهان وشروطها مهم كامده شروطها مهم كامده وح مثنى اللواسي وح الله تثنيين أي مثنى لغدي أن يكون مفردا هرت مفرد إليه أن يكون له مفرد أن يكون له مفرد مفرد إليه لكن هدو مفرد لها بكور وجمع لغو أركي بس يا ألفاظ جمع لغو أركي جنموك ولو دي لا واحد له من لفظه عربي قطف أولو مفرد لو ما هي أولو ها مركب وحاجر كوالا وديه لا واحدة لهم من لفظي سيدنا الوار ما قرأ ها كواس وكال سيدين كواس وحاطيه مثنى كما سورو بحي هذه ما جمع الوار كيف تصالها لا واحدة لهم من لفظه وها شروط مهم كاكمدة أن يكون له مماثل في اللفظ بي. إنه له وحلامد أه رجل رجل كلا سوى مجرى زيد نكلا زيد لدا علي نكلا علي لدا وحي هل شيء بكلي أكور أو مماثلة كقمر ضيح وكلا وعي لو ضيح مجرى وما أو القمران سال يلي ها أما الشمسان لبا قرح قرح سوى هلون ما لبا قرح مجرى ها عربي ما يلبلو أركا الشمسان القمران لبا ضيح ها سيدي يليس ان يكون له مماثل في اللفظ اري لمده انه له كا وحا لوغا جواب من باب التغليب بعد مثنى دبا ما لكن ضيحي يقول رحدي با لي سوغيو لو ودا مغعابي قمران ابواني با كمي قران كنو استعمال واما الغلام فكان ابواه لو ابا ما جرت ما هو الاب والام مركة تغليب بالأفير من باب التغليب ووح بلاغة كساب سنة وحالا قوضا لبا اري وح كلاها لبا شيء يا هل مقع اللي سكوكي الابو صعبا ماهن الام نسوية ماهن الابو بالاوذا جيي مركة وحادي ابوان باب التغليب بالأكا سوك التغليب بالتغليب بالأكا سوك ما لقى من باب التغليم هو وح بلاغة كوسافسة لكن ميل دو مركان كاقبان وح شيعان اللي ما شيء كلاها هي في اسم واحد اللي اسكوه كان هالمقع أبون أبا صوما أمون هوي صلوة كبان كلاها أبا اللي وذقينو أبواني بقالدي قمر ضيح شمس ما قرأ قمر ضيح يا شمس قرح صوما لبضو ديبا هالمقع اللي اسكوه كان قمر كان اللي وذقينو قمران من باب التغليب بالأكاس كواسو كلا دارت مثنى حقيقي معها مثنى حقيقي مع من باب التغليب وأما الألف ألفتي فتكون وحياني هي ألفتي علامة علامة للرفع قدوها في تثنية الأسماء أسماء الله والله والله خاصة قارها وأما النون من أكنا أدن بي حوله الرفع يسكجرها وأما النون نونتي فتكون وحياني هي النونتي علامة علامة للرفع قدوها في الفعل فعل كده حيث فعل كالمضارع مضارعها فعل مضارع نون بلو قد قرمة إذا اتصل هدو الله حيث به فعل كالمضارع ضمير تثنية لبا ضمير كود أو ضمير جمع جمع ضمير أو ضمير المؤنثة تي لدينا ضمير كذا المخاطبة لله اللي نون هل بوس بيدكتي نون ما يقيدكتي هل بوس بوس كاو حلوما أفعال الخمس يعان كيها مقع أوزار الخمسة علماء قار بوبه قار أمثلة الخمسة أفعال الخمسة هو لا يرمي لاحظة مقع هرته وعان سوى أفعال الخمسة مركة هل هو فامن هل هو فامن أفعال شنع معه وميثال شنع فعل وفعل مضارع لكن مقع عاسى مشهور اسكنق نون ميقى بوس بيديك تهال بوس بوس كان مقع أفعال الخمسة وحاكلوا لأمثلة الخمسة وحاكل أوزان الخمسة وحانا وصح سن صدح صحني هدي له
أمثلة الخمس مثال شر وهو فعل مضارع أفعال الخمسة دادا شن أفعال بألمين مكت أفعال شنتين أفعال شر ما بجدته أفعالهم ثلاثة في الواقع أفعال صدحهم بأهيدة ماضي مضارع عمر سواماه فعل مضارع هل فعل له ما قرأ لكن فعل كان مضارع شن مثال له معنى واساس أفعال الخمسة أوفى من أفعال شن أما لكن واستلاح استلاح هو علماء نحو وليد أي لبح ولا مشاحة في الاستلاح ضاد نمله وحي علمك استلاحين ضاد كما فر هذين نحو لي وحكو استلاحان ساسا وقادرس هذا وحاجر حروف لا حروف العلة حروف العلة هذه الحروف تيجي هذا وي واو الف ياء حروف المريضة ما ديك افكم ما قعنت ضادك وي كليا وضاد علة واجر مريضة واجر مرض ما يحالو دي كان لو ما استلاح كي نحو لي يقانا حروف العلة ما قعسي قرنا هذا الحروف المرض لا حروف المريض ما اللي قلنا فهمه ما هو كل ياوه مركه وحيدة ولا مشاحة ضاد ملا في الاصطلاح اصطلاح ضاد مر ولا مشاحة في الاصطلاح اري بحين تضاد لقى مكيني كر علماء اي اري بحين واحنا هو كسا محسر لقى ما هو واحد عقيدة او لقى خلط دم معه وحلقى هو واحد عربي او علماء كو اصطلاحين ولا مشاحة في الاصطلاح قرت نور مرك ما يقب بوس بيدك حال بوس بوس كان مجيء أفعال الخمسة كاس هذا عن واحد لديدي وحاوي هوفا من أفعال شن أما وهل فعل ومضارع وشن مثال له هل فعل ومضارع وشن مثال له شن وزن كوي معناه مرك فعل مضارع نون بهال بوس بيدك تو وأفعال الخمسة بوس كأما أمثلة الخمسة أما أوزان الخمسة أفعال خمسة ومحاتها مركة تاوي مهمد أفعال خمسة وفعل مضارع فعل مضارع يقوم سماع يجلس يفعل يأكل سماع وألف تثنية إلا حريصة يقومان مركة يجلسان يفعلان يأكلان ها نبي عيسى يهيد مركي لقو الرمائي كان يأكلان الطعام سماع وأمه صديقة كان يأكلان الطعام يأكلان مرك وفعل مضارع ألف وتثنية على حيث مرة وحال حيث وو جمع كاسا قرآن كبح يعملون تعملون سمار يعملون تعملون مقرة يعقلون يؤمنون كاسا دو وفعال وفعل كعلي يبصرون ينصرون وكا ما شاء الله مرك يسمعون كنوا بذية وفعل مضارع وحال حيث واو جمع واو جمع كصدحات وحاوي فعل مضارع وحال حيث يا المؤنثة المخاطب هل قبل بالغول هل تفعلين تقومين تجلسين يفعلان مركب فيه شنت مثال لو تثنية كإمانة ولو الروح جوغة يا لو الروح مقن وحي جوغة وتفعلان اللي بدينا سمينا يفعلان لبدي مغنيت با سمين لبا ما تالكاس رق بدن وجوغ رق بدن ومق وخي جوغتا تفعلون رقينا بدن با سمين يفعلون كوي مغنا با سمين هل قبر الله لا تفعلين وات سمين شيخ وحنا ديجان انك تفعلين حليب مدحوين وات سمين كل ما تضرب طيبه اهي ما القب سبو اها وحدي جري تفعلين حليب مدحوين وات سمين بودي ممد بطيبة أهي ما يسكى هالقبس يو شيخي سيكلم يو كسيو قار مركا عمريدك عمريدك هالكم قطاك تاع السيد الحديد عمريدك بيفعلاني تفعلاني أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعالي شيخ مركو صوفة لسنة ولا ميرنة مركو بيد قاضي ولا قد وقاضي بيفعلاني تفعلاني أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعالي وحي مشهور كل نقطي أفعال الخمس ما قال بيفعلاني تفعلاني واللبذي والتثنية ذي لبذي جوغي لبذي مغرب يفعلون تفعلون رهقي بنداي جوغي رهقي بنداي مغرب تفعلين ترحمين انا واقبد الى الاهل حليم مدحويني
واي نقطة شيء جدا وحالي لوان نبى سلسة عنجري دكسيدي نقصوا مالا أنو نقان دكسيدي عادي ماركا قرآن كي وذا أقرن جري ماركا مدبا ماركا دموحي أنو نحو أن دورن بي نحو وحي رئيس النحو دي وصابرتك يو ماشي فاليو قرآن كي أنا أقرنوي أيضا قال هرسي والله خبير بما تعملون ماركي لك دكسيدي عادي والي مركا سوري أما تعملون أما يعملون واحد ما لها كي أن حوذا أقول نوح قرآن واي كان نوح له ورطاء مخاطب يا غايب واي واحد نبي الله ما يجري اسك أما تعملون أما يعملون اسكوت اسكوت مخاطب يا غايب هذا ننكي أن حوذا أقول تي بعد نفتي ما لين كي ذنب كي نحوذا يا غايب سورة النور بود أمي سو إلا بلا مركا سورة الفرقان ما كي النحو ذا أقول نبي كسواد مركاسي بسم الله الرحمن الرحيم يا بارك الذي نزل أنت ذا كذا كذا سو كاي تري يا تواسكم أنا وكم هرجع واحد واحد سلام مرك يدم مركا نون تحل باص بيد جيس باص كاو أفعاله خمسة لا كاسة إسك مشهور هذا وتلاكن بوشي كمركو كوي ما دور مشان في علبة جل وفعل مضارع ما يوحده وهل فعله مضارعه شن وزل أوزال الخمسة لأما مثلة الخمس لكن واشتهرت بالخمسة الأفعال وحا مشهورة ما قعنا مشهور النقضة أفعال الخمس أفعال شن على جموض ما قرأت وهل فعله مضارعه أوزان تنياش نون مركب ما يقى بوس بيدكتي هل بوس بوس كام حيا أفعال الخمس أفعال الخمسة محل وقضى النون وأما النون نونتي فتكون وحيان هي ننتي علامة علامة للرفع قدوها في الفعل فعل كي دحيس فعل كي المضارع مضارع إذا تسال هدو الله حيث به فعل كمضار ضمير تثنية لبا ضمير كد لبا مثال بها الكاكيما لبا الروح جوغ يا لبا الروح مقين يفعلان تفعلان يقومان تقومان أو ضمير جمع جمع ضمير كي لبا مثال بها كاكيما ضمير جمع رقب ذنو جوغ وتفعلون رقب ذنو مقن يأذي يفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة أو ضمير المؤنثة تين الدينية ضمير كذا المخاطبة لله اللي كان هل مثال باك إيمان هل مثال وهل قبل تفعلين تفعلين تقومين ترحمين وضمير تثنيه مع سواق بسنة يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بثبات النون وذلك كتاك أما بثبوت النون ثبوت إيا ثبات ولا بوزنوا من قياس من شاذ مارك وحاولون له ثبات نوالا ثبوت نوالا ثبات ثبوت ثبوت كان له بدنيها لكن ثبوت مارك يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بثبوت النون وعلامة رفعه بثبات النون وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع يفعلان وفعل مضارع وجودين محل وجودين نونكا والضميه يفعلان نونكا والضميه الوجود انه وحال نون هالباص بيدكت باص كان محو افعال خمس افعال خمسه محل وجوده نون يفعلان نونكا والضميه كوجودين معناه في حرف عن حرك تفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه بثبات النون وعلامه رفعه بثبوت النون والف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع يفعلون يؤمنون يتفكرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بثبات النون وعلامة رفعه بثبوت النون واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع تفعلون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه بثبوت النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع تفعلين قبدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بثبات النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع يفعلان وفعل مضارع نون كالوجود ألف كان يفعلان ألف التثنية فاعل كيو يفعلون وفعل مضارع نون كالوجود يضربون على لمده يقومون على لمده يجلسون يؤمنون يتفكرون فعل كان مضارع وحلوق ذي النون واو جماعهنا فاعل كيو تفعلين أنا فعل كان مضارع وحلوق ذي نونك
يأذن مؤنثة مخاطبة عن وقبضة وفاعلك مبني على السكون في محل رفع. وأما النون نونك فتكون وحيان هي النون علامة علامة للرفع قدوها في الفعل فعلك نحيس فعلك المضارع مضارعة. إذا تأسلها دول لحل يرسل به فعلك مضارع ضمير تثنية لبا ضمير كود أو ضمير جمع جمع ضميرك أو ضمير المؤنثة تيد دقنا ضمير كذا المخاطبة للأهلي نون ميقى بوس بيدك تهال بوس أفعال خمسة ويبوس أفعال خمسة محل وقضى نون ويفعلان شن مثال باك يمارس يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين لو مثال وحيك يمان ضمير التثنية والله بني نوج لبا الروح وجوه لبا الروح ومقى لبانا وحيك يمان ضمير الجمع رقب ذنو جوه رقب ذنو مقى قبرنا هل مثال باك يمان هل مثال وهل قبر والله الله يجوكت. وأما النون نونت فتكون وحيهان هي النونت علامة علامة للرفع قدوها في الفعل فعلك دحيس فعلك المضارع مضارعها. إذا اتصل عبد الله حليس به فعلك مضارع ضمير تثنية لبا ضمير كود أو ضمير جمع جمع ضميرك أو ضمير المؤنثة تيد دقري ضميرك المخاطبة للأهلي هلكا وحان نوغد ماضي حول الرفع لبا قاعدة وانا لقى الرفع قاعدة ظهر وحاوي رفع حوله ذو ماق سيدي ذاتنا تاسم بلاوين هلكا وحاكونا ما حول الرفع قد وحكو سار وحكستو اللغة عربية اللي قدنا انتا سالو قده بس انتا وحكا بحسن اللي قد كرو اللغة عربية مجر هباكا شاكين حول الرفع مركا وحاديه أفر رفع أفر علامة رفع إسكالة أفر وضم واو ألف نون أفر الكاد رفع وضق ذي هو يدي أم الباب باب كان هو يكا أفر علامة إلى الضمة والواو والألف والنون رفع ما يقع علامة إلى هاي أفر هالكاد ضم ذي وجوه الرئيس أفر تن علامة ضم أسر صدح ركلنا وحين نائب كيهن ضم ماشي ضم جلي ويد يقلان ضمادي وجوه ريسة أفر تولن أفر تن علامة ضم وجوه ريسة ما ضمادي أنا أفر بوس بيدك ضمي وحي كده ما بوسس بالدي وحيد دقايا ضم أفر بوس بيدك اسم مفرد جمع تكسير جمع معنى سالم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أفر أفر قدر سيدي سوما هلك واو لو بوس بيدك جمع مذكر سالمي أسماء الخمسة سيدي دي لبدن وجه ماغا طبعا ألف الباص بيدكتو ومثنى شيخ التثنية وكو مقعاب سيدا في عوى مثنى طبعا كي هل كان وقع كوية طبعا نون هالباص بيدكتو وأفعال خمس كوية طبعا كي باص كان وقع لبية طبعا إيادي يدوق ده هيدا رفع على قدر صدحية حول الرفع وصدحية طبعا مالك الصلاة طبعا من أجرومي إلى ألفية مالك استوى الله تجا حوارا رفع مي قواي صدق هي طبعا يلا دوق ضع مرك يلا قط ضع ما قرأ هالكاس مرك أديوكت واقع عيد ذكوب حوارا رفع وامي قينا خانة مي أشياء جري سالر وين عضه جودها وصدق هي طبعا أفر علامة يد ولا ذهاي أفر بوصي ضم دكتي سيد هالكاس ويسمع لبادي وود أي دكتي طبعا هالكي ألف كدقي كوي طبعا halkii noon ku degay 12 iyadii hooyada ahayd ee duqda ahayd 13 xoolo raf horta waa intaas xaga ma dhigt mas'ala kale muhiim muhiim hoosta ka xariiqta mas'ala muhiim mid ay culimadu dhigi jireen way tuqtaw bimaa idhah biya dhahab ku qor tan yen kaalum yuhfadu mahayt tan iyada waa u baxsanaysa yen kaalum bi idhnillah qaacida muhiim waxaa way قاعدة وحلا إعرابة دان ميقي أحايا لابو اسمي كان نباد قلي حرفين وشبه اسمي لوكتي سوي اسمي كان نباد قلي حرفين وشبه فعل مضارع وخالكة لابان نون توكيدي نون نسو انتا سمعين اسمي قلي إعرابة مركوا اللحبة اللي فعل قلي إعرابة نوال لابو لحلبة قدر سيدات وحلا إعرابة لن لشيء وانتا نحو وحساق علي إنكري مجر ما فهمت
سيديدا قبا مرك سيديدا با هلكن كو قرانت سان ولا سو بخلاين بال ما حنا اسم لا اعرابه لح فعل كمضارع لا اعرابنا لو لو لح قدر سيديد سيديدا وي وحلا اعراب نحو دن لشيء باو الاعراب واخ خسي وا سيديدا لح لا اسماء ما حيت اسم مفرد كود جمع تكسير جمع المؤنث السالم ما هي جمع مذكر السالم اسماء الخمس مثنى ما قوا انت لحظه واحد تضبين كرمره وحل اعرابي واسم ادارك لحظه لا اديس ما فادر فعل كمضارع لا اعرابنا والله فعل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء فعل مضارع وحل يضرب يقوم يجلس يفعل خمس ما قوا لو سمع فعل كده لو ظن يسكدر لح سيدي داوي نحو حل اعراب لو شيغا وحسق علينا كريم من الفيه هذا تقت ولا اجرومي ولا عمريدي ولا كواكب محل اعراب هذه لو دكو هذه اسمي يا فعل مضارع اسمي كان ما قالي حرف وشبه الاسم السالم من شبه الحرف الاسم السالم من شبه الحرف يا فعل مضارع الخالي من النونين نور توكيد ونون النسو اسم الاعراب وما قالوا بالتفصيل لح بالله سوى فاصل لح فعل كمضارع على اعرابنا لب لح يا لب اسكدر سيدي وحسق علي كريم مجرو انت ما فهمت قاعده مال ادك قبرت هدو تمركو باب كان دمادو وحنا ديه دونا سيديدا افر حركه على اعرابها افرنا حروف افر افر قدر ما قوى فهم سيديدي انت لو سامع بس واحد بعد قال ان دم وحل اعراب ين كو سو لابن هورت اعراب كدن مقلس وا انت انت سامر لغدا مر هي لو كردغا مر لو هوس دغا مر ريبن وح ريبن وان فعل مضارع كلي ساغر انت وا انت العلل ما فهم انت وحي كسواري وا مبني نحوه ذا لوك تيذا وين نواع عرابك ومعربك ما فهم نحوه ذا لوك تيذا وين عرابك أسو ماركا تاميال أذك إنا تكو قرطوه ما فهم أنكو علينو واحلا عرابه واللابه واسمي إيوه فعل مضارع فعل دالله برا فعل مضارع اسمي اللي عرابه حاني والاسم السالم من شبه الحرف اسمي كان نواد قلي حرفين وشبه فعل كمضارع على إعرابنا الفعل المضارع الخالي من النونين نون التوكيد ونون النسو انت ما هنا اسمي على إعرابات ديه كان نبات قال حرف إنو شباب بالتفصيل سيفا فاسم واللح اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع مذكر السالم أسماء الخمسة مثنى لح الكام كويس من لما تضبينكر ما لا تضبينكر لح فعل مضارع على إعرابنا واللب الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يأفعال خمس لبضني وحد اسكد رئيسة لحظة ماقة سيديد وحل إعرابا لن نحو ذوى سيديد لحنا واسماء لبنا وفعل مضارع سوى انت ما تاقب آخر كوحونا ليه دونا بابك مركو لما سيديد أفر كمذا وحال إعرابي حروف أفر كم إذانا حركة وأسكن لماذا انت سأل ربعين القبط وللنصب إذا حد صوص عتنا وسديد ما قرأت وسديد ما قرأت ها وللخفض إذا صوص عت سديد مرة نفعلك مضارع ونبع بحر وللجزم إذا اسمي ونبع بحر ما فهمت معنا إن الخانة ذا يسوي مركوش هاوش وإن الخانة ذا يسوي باب كان عيار يوسف كوغل آف باب كي أمهم سنة نحوك أساس العربي والله سبحانه وتعالى أعلم أعكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت